إذن مكملين في فقراتنا، وهلا فقرة الحرف اليدوية مع فرح نوايسي المبدعة. دائما أشكال كتير حلوة ولطيفة. اليوم شو رح تعملي يا فرح؟ صباح الخير أول شيء. صباح الورد، كيفك؟ كيف حالك؟ تمام. الحمد لله. اليوم بدي أعمل سنتر بيس، ممكن نحطه على الطاولة أو بمدخل البيت علشان عيد الفصح. فطبعا بحكي كل عام وأنتم بخير لكل إخواننا المسيحيين، وان شاء الله ينعاد عليكم بالامن والسلام والمحبه جميعا. ان شاء الله. شكرا لك يا فرح. طبعا انا بدي ادخل فيها اضاءه علشان ممكن بالليل تعطينا اجواء كثير حلوه تكون، وممكن نعتبرها كسايد لامب على الجنب، ممكن بغرفه مثلا القعده او بالضيوف او باي مكان انت حاب تعمل فيه اجواء العيد. انا كنت افكر سنتر بيس لازم بعرس تكون وعلى الطاوله. لا لا مش ضروري، انه بس هاي اللي في العرس على الطاولات في النص، هاي الشيء الوحيد اللي اسمه سنتر بيس، او تري نازله من فوق. زي ما حكيت لي. اوكي، هلا انا بدي احتاج لقاعده علشان احط الشجره عليها. طبعا راح احكي هلا عن الشجره بعد شوي. فانا راح استعمل هاي الصينيه بالحجم اللي انت بتحبه. فبالاول بدي ألف عليها شوية شبر عشان أعطيها شوية حركة حلوة. بدي أجيب إضاءة. طبعاً في نوعين من الإضاءة ممكن نستعمل. أنا بدي أستعمل الإضاءة اللي هي على الكهرباء. هلأ في نوع إضاءة ممكن نجيبه هاي ثم اللي هو على البطارية. يعني حسب، إذا ما كان في عندك مكان أو كهرباء ممكن نحطها. ففي نوع موجود على البطارية، أي حدا بحب يشتري وبده مكان يخبرني، بعت لي مسج وأنا رح أخبره تفاصيل كاملة. فبدي أوزع، خلي هذا عندك شوي هيك، وبدي أحطها بأطراف الصينية بالشكل هاد، وأترك عندي فراغ بالوسط. هاي بدي أرجعها لورا. تمام. وبدي أجيب سكارف أو أي نوع تول ممكن نستعمله من عندنا من البيت، أو ممكن نشتريه، ممكن نحط دانتيل، أي إشي إحنا بنحبه. بس أنا بدي أغطي الإضاءة مبدئياً عشان ما تبين عندي الأسلاك بهالطريقة. ممكن نستعين بالسيليكون، بس أنا لسه في أشياء هأحطها فحتزبط معي أكتر. ما ننسى أنه نخلي بالوسط عنا فراغ. هلأ هاي الشجرة أنا بصراحة كتير بحب أستعملها بالشغل. هي بلاستيك بس مقوى، موجودة بعمان بس مش بكل المحلات طبعاً. اللي بحب يشتري منها يبعث لي برضه مسج، رح أخبره المكان اللي هي موجودة فيه. عندك كل الأدوات اللازمة فرح. بالضبط. فبدي أحط شوية سيليكون عليها من تحت على القاعدة، وبدي أثبتها بالوسط الطريقة هاي. هلا أنا حابة إنه التول يكون عنا بارتفاعات مختلفة بالشكل هاد. بدي أستعين بتحف أو أرانب اللي هي بتخص العيد، برضه راح أحطها بالقاعدة. راح أحط برضه هون. بدك هذا الأرنب الكبير؟ لا، هذا الأرنب الكبير خليه لعندك. إيش اسمه هاد؟ ايش اسمه؟ مش عارفه ايش انت حابب تسميه. ارنب. بحب انا اسمي الحيوانات باسمائها، انه مثلا اسد ارنب. خلص. برضه بدي ازين القاعده بشبر بنفس الالوان. هلا هدول هيثم موجودين بيعوهم جاهزين بالمحلات، بس صراحه باسعار كثير غاليه. بس برضه اللي بده باسعار رخيصه يبعث لك. بالضبط، يبعث لي بخبره كل التفاصيل هاي كيف ممكن يجيبها. ترى فرح كيف فجأة بصير معك إشي عن جد. يعني لا، بجوز نحن مستغرب اللي يعني قلناش على المواضيع هاي كتير. فجأة بصير تحفة. أوكي. هلأ برضه بدي أحط من هذا اللي هو زي العشب، هو خيش. طبعا هلأ هاد متوفر بكل محلات الأدوات المنزلية صار. بدي هيك أفكفكه شوي. يعني هاي لو أشوفها في محل أنا يعني ما بستغرب لو حاطين عليه على سعرها مثلا 100 او 200. هو هيك اسعارهم بصراحه. يعني انا خطر ببالي اني اعملها، لانه انا عم بشوف كيف اسعارهم كثير غاليين.
يعني بجوز الهدف الأساسي بشغلكم هو تخفيف الكوست أول إشي، ويعمل الواحد يعمل إشي على ذوقه. كمان بيكون في شعور لما تكوني أنت عامل الشغلة، بيكون شعور اتجاهها أكثر مختلف. مظبوط، هتحس إنك عملت إشي كتير حلو، خصوصاً إذا الأطفال بالبيت بيساعدوا فيه كمان بيكون حلو. هلأ أنا حابة أدخل ورد كمان. رح تزرعي ورد هون، بتصفي الزينة زي ما أنت بتحب، دخل الورد بينهم الطريقة هاي. أوكي، هلأ صراحة أنا هاي شجرة كتير بحبها، لكل المناسبات ممكن نستفيد منها، يعني بعيد ميلاد، بولادة، شو حتى اسمها الشجرة؟ شجرة فرح اسمها. إن شاء الله أيامك كلها فرح. الله يسعدك. قديش جو الأشغال اليدوية هاي، قديش في انبساط وهيك وفرح؟ أنا أحكي لك شغلة، قبل ما أجي على دنيا ما كنت أفهم هذا الشغل، يعني ما كنت أفهم معنى هذا الشغل. يعني هلأ لما عم تصح لي الفرصة أني أطلع بهاي الفقرات، الحمد لله شكراً لكم، يعني عم تطلعوني بهاي الفقرات، عم بفهم معنى الفرح في الشغل. يعني في معنى معنوي كتير كتير غير الواحد يصنع الشغلة ويحس فيها وينبسط فيها. هو متعب بس النتائج هي اللي بتريحك وبتبسطك. فيعني شوف شو سهلة وبسيطة وبنفس الوقت مش مكلفة كتير بصراحة. يا سلام. ممكن أدخل هدول الوردات كمان هيك على القاعدة، يعني حتى بدون إضواء إذا بدك بمشي الحال. يعني بس أنا ليلية. حبيت فكرة الإضاءة إنه حلوة بتعمل أجواء لطيفة. يعني هيك صارت جاهزة. حلو حلو كثير، يعطيك ألف عافية فرح. بتجنن كثير الشجرة، ويسلم ايديكي، وكل عام وانت بخير كمان. وانت بألف خير. حلو حلو كثير. طب الإضواء، نحن شغلنا الإضواء مش عارف، لا الإضواء شغالين، عبد الله بسأل شغالين ولا لا، بس مو عارف إذا مبينين. يمكن لو نخفف الإضاءة حيبينوا أكثر. طيب يعطيك ألف عافية فرح. الله يعافيك. شكرا. أهلاً. شكرا لك. أهلا هيثم.